أفهمكم الله. المستمع ميم ألف ميم يقول: أولا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، إني أحبكم في الله. سؤالي: إذا كان الشخص احتلم وأصبح جنبا والبرد شديد فلم يقدر أن يغتسل من شدة البرد، هل يجوز له أن يتيمم لصلاة الصبح بالرغم من وجود الماء ولكن لشدة البرد؟ وهل يجوز له أن يؤخر الصبح حتى يغتسل؟ إذا كان في بر ولا عنده ما يسخن به الماء ويخاف على نفسه من شدة البرد فلا بأس أن يتيمم ويصلي، كما فعل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأقره عليه، قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أما إذا كان عنده ما يسخن به الماء من حطب أو غير ذلك من مواد التسخين فلا يجوز له أن يتيمم، بل يسخن الماء ويغتسل منه، ولا يجوز له أن يتيمم لأنه واجد للماء قادر على استعماله بواسطة التسخين. وأما أنه يؤخر الصلاة إلى بعد طلوع الشمس من أجل البرد فهذا لا يجوز، بل عليه أن يصلي في الوقت، إن قدر على الطهارة بالماء وجب عليه ذلك، وإلا فإنه يتيمم ويصلي قبل خروج الوقت. نعم.